موجز إخباري جديد نستعرض فيه أهم الأحداث المحلية والعالمية، تأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري. أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، ويستمر لمدة يومين بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البشرية تمر في وقتنا الحالي باختبار هو الأصعب منذ زمن. وأضاف الرئيس خلال كلمته بالمؤتمر أن الظروف الراهنة تفرض علينا التعاون في صنع القرار، متابعاً أن التعافي الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة. أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لحجز الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين، وذلك لمنخفضي ومتوسطي الدخل ولمدة أسبوعين حتى تصبح يوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر العام الجاري، حيث أنه كان من المقرر أن تغلق باب الحجز غدا الخميس الموافق 9 من سبتمبر. نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق هائل الذي اندلع ب 12 محلا لبيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي حي الشرابية في الرابعة فجر اليوم. وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحريق، ووجه المحافظ بسرعة إزالة أثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق. ادعى هاكر أنه سرق معلومات شخصية لأكثر من 7 ملايين إسرائيلية حصلوا عليها من خلال هجوم إلكتروني شنه على موقع تابع للحكومة الإسرائيلية. وبحسب موقع تايمز أوف إسرائيل، قال المتسلل إنه سرق البيانات من موقع يدعى السيتي فور يو الذي تستخدمه السلطات المحلية في إسرائيل لمعالجة المدفوعات مثل ضرائب الممتلكات والغرامات وفواتير الخدمات. اقترب مسؤولو اللجنة الثلاثية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة أحمد مجهد رئيس الاتحاد الحالي من الإعلان عن اسم مدرب منتخب مصر الجديد. وبحسب التسريبات، تم طرح اسم حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر مجددا بعد 10 سنوات كاملة من رحيله عقب فشل الفراعنة في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لعام 2012. وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة هذه التسريبات، حيث أكد في تصريحاته أن حسن شحاتة بالفعل من بين الأسماء المقترحة ولم يتم الاتفاق عليه بشكل كامل. ولمزيد من التفاصيل والأخبار، زوروا موقع صدى البلد الإلكترونية. حتى نلقاكم مجددا، شكرا متابعتي وإلى اللقاء.